اولا تنهني يعني الساده النقباء اللي هما كانوا مرشحين، كانت واحد المنافسه شريفه، وكما عينتم على انه الانتخابات مرت في جو تطبعه يعني الشفافيه والصناديق الزجاجيه، راها دليل على ان الانتخابات يعني مرت يعني في ظروف جيده. اهم الانتظارات اللي لكن قبل الانتظارات تنهني هذا الاخ النقيب حسن الزياني على الفوز ديالو في هذه الاستحقاقات هذه، واكيد ان الانتظارات هي انتظارات كثيره، منها قانون المهنه بالدرجه الاولى، لان قانون المهنه عرف واحد المخاض، هذه واحد المده ديال 10 سنوات، آل الاوان اننا نساهموا في اخراج قانون حداثي متطور، ولما أن نساهم في دسارة مهنة المحاماة. كذلك هناك القوانين الأخرى التي تلقي بظلالها، منها قانون المسطرة المدنية، منها قانون المسطرة الجنائية. هذه هي أهم يعني المواضيع اللي غادي تكون مطروحة على مكتب ديال الجمعية.